نعم أحبتنا الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أساتذتنا الكرام، الحضور الفاضل، حياكم الله وإياكم معنا في هذه الأمسية الطيبة، ويشرفني ويسعدني أن أرحب بكم مجددا في هذا اللقاء العلمي الهام، والذي يسلط الضوء على موضوع بالغ الأهمية والحيوية، ألا وهو جودة التعليم وكيفية قياسها في عالمنا اليوم الذي يشهد تطورات سريعة وتحديات مستمرة. تظل جودة التعليم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة. جودة التعليم ليست مجرد مفهوم نظري أو شعارات تردد، بل هي منظومة متكاملة تستند إلى معايير دقيقة وإجراءات منهجية تهدف إلى تحسين مستوى التعليم ورفع كفاءته. من خلال هذه المحاضرة سنسعى للتعرف على مفهوم جودة التعليم بشكل أعمق، ونستعرض أهم المعايير والمقاييس التي يمكن من خلالها تقييم وقياس جودة التعليم في مختلف المراحل التعليمية. أشكر لكم حضورنا وحضوركم واهتمامكم بهذا الموضوع الحيوي، وأتمنى أن تكون هذه المحاضرة إضافة قيمة لمعرفة الجميع، وأن تسهم في تطوير رؤيتنا نحو تعليم أفضل وأكثر جودة. يقدم لنا هذه المحاضرة القيمة سعادة الأستاذ الدكتور محمد عبد الكريم التكريتي، مدير ومؤسس مشروع التعليم الذكي. وعليكم أحبتنا الكرام السيرة الذاتية المختصرة لسعادة البروف محمد التكريتي. نعم أحبتنا الكرام، الأستاذ أو عفوا البروف محمد تكريتي خبير في مشاريع البحوث والتطوير، مدرب ومحاضر ومؤلف، تخرج من جامعة بغداد في قسم الفيزياء، ثم أكمل الماجستير في هندسة التحكم في جامعة كرامفيلد في بريطانيا، ثم الدكتوراه في هندسة التحكم بالكمبيوتر في جامعة مانشستر، ثم الماجستير في الإدارة، إدارة المشاريع وإدارة مشاريع البحوث والتطوير في جامعة مانشستر. عمل في إدارة الصناعات الإلكترونية والكمبيوتر منذ عام 1983 وحتى عام 1990، ومنذ عام 1990 وهو يعمل في مجال الاستشارات الإدارية والتدريب، قام بتطوير عدد من الدورات التدريبية في موضوعات أساليب صنع القرار، طرق البحث العلمي لطلبة الماجستير والدكتوراه، تدريب مدربين، فن القيادة، التخطيط الاستراتيجي، التحليل الاستراتيجي، إدارة التغيير، المهارات الإدارية الحديثة، إدارة الجودة الشاملة. وكما ألقى محاضرات في جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، وغرفة التجارة والصناعة للمنطقة الشرقية في الدمام، وزارة المعارف في الرياض، جامعة عجمان في عجمان، ومركز البحوث العلمية في عمان. قدم بحوثا في عدد من المؤتمرات العلمية، منها بحث العالم العربي على أبواب القرن الحادي والعشرين، وندوة التكنولوجيا والتنمية أكسفورد 94، نقل التكنولوجيا، تطور الطرق والأساليب وبعض التجارب. وله من الندوات الكثير الكثير، وأيضا قدم بحوثا كثيرة كبحث إطار لنموذج عام للجدارة للمؤسسات التربوية، مؤتمر استدامة التعليم لبناء جيل قادر على قيادة المستقبل دبي عام 2012، وأيضا بحث مقاييس الموارد البشرية وبطاقة الأداء المتوازن باستعمال طريقة التحليل الهرمي، والكثير الكثير أيضا. وهو أيضا عضو مجلس المهندسين الاستشاريين البريطاني، وعضو مؤسسة إدارة معالجة المعلومات البريطانية، وعضو في المؤسسة البريطانية للقيادة والإدارة، وعضو في الشبكة العالمية للمدربين، وحاصل على الحزام الأسود في 6 سيجما، ومدرب أولي دولي مجاز في البرمجة اللغوية العصبية والنموذج اللولبي ومقياس هيرمان ونظام ديسك ونظام 6 سيجما. ومن هوايته القراءة والكتابة والبحث والسفر. ما شاء الله، سيرة عطرة لسعادة البروف محمد التكريتي، وله الآن منا كل المحبة وخالص التقدير، وله الصلاحية، فتفضل مأجورا مشكورا. تفضل سعادة البروف، معك الصلاحية. شكرا جزيلا يا دكتور عدنان، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
أنا الحقيقة أولا أحب أعمل شيرنج للبرنامج الباوربوينت اللي عندي، فهل أملك الشيرنج من عند جانبي؟ نعم دكتور، معك صلاحية، تفضل. نعم، خلي أشوف أين ال أيوه هذا، نعم. فأحب أتأكد من شيئين، من الصوت ومن الصورة أيضا. فهل الصوتي واضح؟ نعم سعادة البروف، الصوت واضح والصورة واضحة الصورة أمامنا. واضحة. إذا نبدأ بإذن الله ونقول بسم على الله بعد. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأساتذة والأستاذات والإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبدأ أولا بالشكر الجزيل لهذا المنتدى المحفل المهم، وأخص بالذكر الأخ الأستاذ سيف السويدي والقائمين على المحفل. نبدأ الآن، وسيكون أتوقع أن يكون تسجيل عندكم يا دكتور عدنان. نعم دكتور، المحاضرة تسجل. نعم تفضل. جيد جيد إن شاء الله. هذا البرنامج أو هذه المحاضرة أو الجلسة هي عن نظام التعليم الذكي، وهو نموذج جديد سأتطرق إليه باختصار لتطوير أداء المعلم إلى مستويات عالية. أولا، المحاور الأساسية لهذا الموضوع، لهذه الجلسة، هي أولا كيف نتعرف على أداء النظام التعليمي في أي بلد في العالم، في أي دولة في العالم؟ هل هناك طريقة معينة لمعرفة مستوى أداء النظام التعليمي؟ ثم بعد ذلك نتطرق إلى تشخيص مشكلات النظام التعليمي في البلاد العربية عموما. هناك مشكلات سنتطرق لها ونبينها. وأيضا سنوضح شيء الحقيقة قد يخفى على البعض، وهو فشل تدريب المعلمين بالطرق التقليدية، وهذا موضوع عليه إجماع لدى الباحثين والدارسين في جميع أنحاء العالم. ثم النقطة الأخيرة وهي المهمة، لدينا حل مقترح للنهوض بالتعليم، لنقل في البلاد العربية وربما الإسلامية وحتى في أي بلاد أخرى، حيث وجدنا طريقة معينة محددة إن شاء الله سنتكلم عنها. أولا، السؤال كيف نتعرف على أداء النظام التعليمي في أي بلد في العالم؟ التربويين طبعا يعرفون ذلك، وأتمنى أن يكون هناك عدد من التربويين والأساتذة، وخاصة من وزارة التربية في جمهورية العراق أو كردستان. فهناك الحقيقة اختبارات دولية عالمية معروفة لمعرفة أداء النظام التعليمي في أي بلد، وهذه الاختبارات موجود منها ثلاثة معروفة. الاختبار الأول هو اسمه تيمس، ويعني الاتجاهات في الدراسة الدولية للعلوم الرياضيات. والاختبار الثاني للقراءة، يعني الاستيعاب، لما الطالب يقرأ يعني مادة يستوعبها يفهمها أم لا. وهذان الاختباران تشرف عليهما وتديرهما المنظمة الدولية IEA، اللي هي منظمة عالمية دولية لتقييم التحصيل التربوي لدى البلاد المختلفة. وأكثر البلدان العربية مشاركة في التيمس والبيرلز. والعراق الحقيقة شارك حديثا في آخر دورة سنة 2023، قبل ذلك لم يكن العراق مشاركا. هذا الحقيقة التيمس هو عبارة عن برنامج اختبار يتم كل 4 سنوات لاختبار وامتحان الطلاب في الصف الرابع والثامن، السنة الرابعة والثامنة. وبعد ذلك تجمع، يعني اختبار موحد في جميع أنحاء العالم ويترجم إلى جميع اللغات، ثم بعد ذلك يجري تحليل النتائج ونشرها على الإنترنت، وعادة يكون يعني يستغرق وقت نشر النتائج حوالي سنة. فهذا بالنسبة للاختبار الأول. العراق كما قلنا مشارك فيه لأول مرة في سنة 2023، وقع مذكرة تفاهم مع الـ IEA. أما الاختبار الثاني المهم فهو يسمى اختبار بيزا، وهو برنامج دولي لتقييم الطلبة
في 3 موضوعات، وهي الرياضيات والعلوم والقراءة. وهذا البرنامج تشرف عليه منظمة التعاون الاقتصادي أو ECD المعروفة. هذه منظمة اقتصادية أوروبية فيها مشاركة دول، عدد من الدول، ولكن لأي دولة حتى لو لم تكن يعني عضو في الأو إي سي دي يمكن أن تشارك، وحوالي يمكن 80 دولة تشارك في البيزا. البيزا تعقد كل 3 سنوات، وتعقد للطلبة والطالبات الذين أعمارهم 15 سنة، يعني ليست للصف الرابع أو الثامن كما هو في التمس، إنما للطلبة والطالبات الذين واللاتي أعمارهن يعني 15 سنة، بغض النظر في أي صف هم العمر يمشون. فالطالب أو الطالبة عندما يدخل هذا الامتحان لازم يثبت أن عمره 15 سنة، لا أقل ولا أكثر. هذا اختبار بيزا. الحقيقة هذه اختبارين عالمية مشهورة ومعروفة، هي تيمس وبيزا. وكما ذكرنا أغلب الدول العربية مشاركة في التيمس، ولكن البيزا عدد قليل من الدول العربية، 6 دول عربية مشاركة فيها كما سنرى. ولكن أود أن أقول وأذكر شيء مهم هنا، وربما يسمعني بعض منتسبي أو موظفي أو مسؤولي وزارة التربية، أن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا هو أهم، ومن الضروري أن تشترك به جميع الدول العربية. وأنا أحث الحكومة العراقية وحكومة كردستان وزارات التربية على الاشتراك في البيزا لسبب إن شاء الله سترونه فيما بعد. هذا أول. إذن هذه هي الاختبارات الدولية لمعرفة أداء النظام التعليمي في أي بلد في العالم. الآن أنا أتكلم عن البيزا، أنا قلت أن اختبار بيزا أهم شيء، وسأتكلم عن اختبار بيزا. آخر دورة لبيزا كانت سنة 2022. في الحقيقة هي كانت تأخرت سنة بسبب الكورونا. المهم تم هذا الاختبار في 22، وشاركت فيه 6 دول عربية فقط، هي الإمارات العربية وقطر والسعودية وفلسطين والأردن والمغرب. 6 دول شاركت فيه، والاختبار أو الامتحان يتضمن 3 مواد: الرياضيات والعلوم والقراءة. ولكل مادة تخرج نتائج رقم، يعني نتيجة، والنتيجة تكون عادة من 1000، يعني من 0 للـ1000. هذه النتائج المواد الثلاث إذا جمعناها ونقسمها على 3 يطلع المتوسط علامة البيزا لكل دولة. وهذه الدول العربية الست التي ترونها هنا، هي المغرب والأردن وفلسطين والسعودية وقطر والإمارات، وهذه العلامات على البار تشارت هي علامات البيزا لدورة 2022، هي آخر دورة. أنا الحقيقة قارنت هذه الدول العربية بدول أخرى كان الأداء التعليمي فيها جيد جدا، يعني هي أعلى وأفضل الدول في النظام التعليمي. وهذه الدول كما ترون، يعني اخترت أنا سنغافورة، تايوان، اليابان، كوريا، الصين، كندا، بريطانيا، أمريكا، ومتوسط منظمة التعاون الاقتصادي. تقريبا جميع الدول هذه علامات البيزا أكثر من 500. وبالنسبة للدول العربية المشاركة في البيزا جميع العلامات أقل من 500، وأكثرها الحقيقة أقل حتى من 400 كما ترون. هذه نتيجة اختبار بيزا لسنة دورة 2022. طيب ماذا تعني هذه النتيجة؟ أولا هذه النتائج للدول العربية الست المشاركة: المغرب، الأردن، المغرب 356، الأردن 359 إلى آخره. ماذا نفهم من هذه النتائج؟ هذه النتائج يجب أن نقارنها بنتائج دول أخرى حتى نفهم الفرق. يعني الدول الأخرى اللي أنا اخترتها أيضا 6 دول، هذه الدول الست هي سنغافورة وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وكندا. سنغافورة كانت أعلى دولة، أخذت 560 علامة في البيزا، وتايوان 533، وهكذا كندا آخر شيء 506. هذه الدول الست نقارنها مع الدول العربية الست
التي شاركت في البيزا، وتكون المقارنة بهذا الشكل. طيب كيف نقارنها؟ المقارنة هي عبارة عن إيجاد الفروق بين أي دولتين من الدول العربية الست والدول اللي هي الأفضل أداء في العالم، وبالتالي فهذه النتائج نضعها في جدول بهذا الشكل. هذا جدول المقارنة. العلامات في الخانات الزرقاء هي الفروق بين علامات بيزا بين أي دولتين. مثلا لو أخذنا المغرب وسنغافورة، الفرق بينهما في علامات بيزا 203 نقاط، نسميها نقاط بيزا. الفرق بين الأردن وسنغافورة 200 نقطة. الفرق بين فلسطين واليابان 172. الفرق بين السعودية مثلا وكوريا 136 نقطة. هذا هو الجدول المقارنة. ماذا نفهم من هذا الجدول؟ بالنسبة لبيزا، وهذا أحد الأسباب التي أنا يعني أقول وأحث الدول على المشاركة في البيزا، أن كل 39 نقطة من علامات بيزا تمثل سنة دراسية واحدة. حتى 39 ممكن نقربها، نعتبرها 40 للسهولة، يعني كل 40 نقطة بيزا تعادل سنة دراسية واحدة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أخذنا مثلا الأردن وسنغافورة، الفرق بينهما 200 نقطة، نقسمها على 40، 200 تقسيم 40 يساوي 5، يعني فرق 5 سنوات بين الأردن وبين سنغافورة. ماذا يعني الفرق 5 سنوات؟ يعني أن الطالب في الأردن الذي عمره 15 سنة يحتاج أن ندرسه 5 سنوات إضافية حتى يكون مستواه مساويا لنظيره في سنغافورة اللي هو عمره 15 سنة. أو بعبارة أخرى، أن الطالب الذي عمره في الأردن 15 سنة مستواه التعليمي مساوي للطالب الذي عمره 11 سنة في سنغافورة، أو 10 سنوات في سنغافورة، لأن الفرق 5 سنوات. هذا فرق كبير جدا. طبعا كما ترون يعني في أمثلة، أنا جايب أمثلة مثلا هنا، هذه هي حولنا الحقيقة، حولنا العلامات بيزا هذه قسمناها على 40، حولناها إلى سنوات، فصار الفرق الآن بين كل دولتين بعدد السنوات. الحقيقة هذه سنوات التخلف بين الدولة العربية والدولة الأخرى التي أداء التعليم فيها عالي. هذه حقائق وأرقام يعرفها كل جميع المختصين. في كل وزارة تقريبا موجود دائرة لاختبارات التمس أو البيزا يعرفون هذا الكلام. هذا شيء متفق عليه ومعروف، وهذه المعلومات وهذه الأرقام منشورة على الإنترنت. هذه حقائق يعني. طيب مثال، أنا جايب مثال حتى نفهمه أكثر. الفرق بين الأردن وكوريا أكثر من 4 سنوات، خلينا نقول 4 سنوات، بمعنى أن الطالب الذي عمره 15 سنة في الأردن يحتاج إلى تعليم لمدة 4 سنوات حتى يكون مستواه مساويا لمثيله في كوريا. هذا المثال الأول. المثال الثاني، الصوت واضح يا أستاذ دكتور عدنان؟ نعم دكتور، واضح، تفضل. جيد. المثال الثاني هو الفرق بين الإمارات وهونغ كونغ 2 سنوات، يعني الطالب الذي هو في الإمارات عمره 15 سنة يجب أن ندرسه 2 سنوات حتى يكون مستواه مساويا لنظيره في هونغ كونغ، 2 سنوات، وهو أقل فرق الحقيقة. شوفون الفروق بين 5 سنوات و2 سنوات. مزيد من التوضيح، كما ذكرت لكم، هذا أخذنا مثال الطالب في الأردن وكوريا والطالب في الإمارات وهونغ كونغ. تشوفون أن الطالب في الأردن عمره 15 سنة، مستواه التعليمي في المدرسة مساوي لطالب عمره 11 سنة في كوريا، وطالب 15 سنة في الإمارات مستواه التعليمي مساوي لطالب عمره 13 سنة في الهونغ كونغ. هذه فروق موجودة وقائمة وحقيقية وواقعية.
الحقيقة تشوفون يعني وصنفنا الفروق قد تكون أكثر من 4 سنوات، قد تكون أكثر من 3 سنوات، أو أكثر من سنتين. هذه نتائج صادمة. أنا الحقيقة يعني بالنسبة لي، وربما تعتبرونها أنتم أيضا نتائج صادمة، أن الفرق ليس شهر وشهرين أو 6 أشهر أو سنة، الفرق سنين بين مستوى التعليم عندنا ومستوى التعليم في هذه الدول ذات الأداء العالي. هذه هي المشكلة، هذه أكبر مشكلة تواجهنا. طيب، ما هي الحلول لهذه المشكلة؟ أين الخطأ؟ هذا الكلام الحقيقة ليس جديد، احنا نتكلم عن عشرات السنين، وزارات التربية ومئات الملايين من الدولارات تنفق على التعليم في كل بلاد. الحقيقة وشهادة أن الدول والحكومات لا تبخل على التعليم وعلى وزارة التربية، ميزانيتها في الغالب، يعني أنا أتكلم في الغالب، ميزانيات عالية، مثلا السعودية والإمارات ودول الخليج خاصة لها ميزانيات كبيرة في التعليم، ولكن نتائج التعليم ضعيفة. السؤال الآن أو الأسئلة المهمة الآن كما سنرى الآن، كيف يمكننا تحسين الأداء الحالي للنظام التعليمي؟ ما هي القضايا التي ينبغي التركيز عليها؟ أين المشكلة؟ ما الخطأ الذي لم ننتبه له؟ هذه أسئلة مهمة وأسئلة مشروعة يجب أن نثيرها ونطرحها الآن. أولا نحتاج إلى خطوتين رئيسيتين، أولا تشخيص المشكلة، وثانيا تحديد الحل أو العلاج المناسب. كالمشكلة كالأطباء، يعني لما واحد عنده مريض، أول خطوة هي أن يعرف السبب، يشخص المرض، ويشخص المرض. قد يقوم بعمل تحليل دم، بعمل أشعة إكس، أشياء أخرى، يفحص المريض حتى يعرف، يعني يعرف المرض ويشخص المرض، بعد ذلك يصف الدواء. يعني لا نستطيع أن نصف دواء بدون أنه نشخص المرض. هذه هي الممارسة الحقيقية والصحيحة. طيب، الآن هذا الموضوع طبعا ليس يعني إحنا اهتمامنا فقط فيه في البلاد العربية، هذا موضوع اهتمت به كل دول العالم، وفي آلاف وعشرات الآلاف من الأبحاث في جميع الجامعات تقريبا حول هذا الموضوع. وجد الباحثون عشرات العوامل أو مئات العوامل التي تؤثر على تعليم الطلاب، ولكن صنفوها وجمعوها في 6 أو 7 عوامل أساسية، يعني أصناف أو فئات من العوامل، وهي كما ترون هذه 7 عوامل أمامكم: المدرسة لها دور، المناهج لها دور، حجرة الدراسة، غرفة الصف يعني الذي ندرس فيه، المعلم له دور، والطرق التي يتبعها المعلم في التدريس لها دور، والبيت لها دور، والطالب نفسه طبعا عامل من العوامل في النسبة للتعليم. هذه العوامل 7 كلها مؤثرة، لكن السؤال الآن ما هو مقدار التأثير النسبي لكل عامل من هذه العوامل؟ هذا سؤال جدا مهم، يجب أن لا نتكلم بشكل عام بدون أساس بدون دليل. نحن نتكلم هنا بمنطق علمي، نريد أدلة. ما هي هذه النسب؟ ما هي أهمية النسبية لكل عامل من هذه العوامل 7؟ بحثها الناس، بحثها العلماء في جميع أنحاء العالم، وفي علماء مرموقين معروفين في هذا الباب سأذكرهم لكم. وجدوا الحقيقة، ومنهم عالم اسمه جون حتي في أستراليا، وعالم في أمريكا اسمه روبرت مارزانو، وفي بريطانيا موجود اسمه جهة اسمها الوقف التعليمي. كلهم هؤلاء بحثوا الموضوع بشكل موسع، واتبعوا طرق في البحث اسمها تحليل البعدي، ميتا أناليسيس. المهم وجدوا 200 تقريبا 255 عاملا يؤثر على تعليم الطالب، وصنفوا هذه العوامل إلى 9 أصناف. أنا ذكرت 6 7، هذه 9 أصناف، وهي كما ترون الطالب والبيت والمدرسة وحجرة الدراسة والمناهج والمعلم، استراتيجيات التدريس، يعني طرق التدريس التي اتبعها المعلم، تنفيذ طرق وكيف ينفذها، واستراتيجيات التعلم. هذه هي العوامل
التسعة التي تؤثر في التعليم، وهذه في المخطط إلى جهة اليسار الباي تشارت فيه النسب المئوية لأهمية هذه العوامل. مثلا البيت له 3% من الأهمية يؤثر على جودة التعليم، المدرسة تأثيرها على جودة التعليم أو الأداء التعليمي 9% فقط، قاعة الدرس 8%، المناهج 14%، المعلم 15%، طرق التدريس 16%، تنفيذ طرق التدريس 11%، استراتيجيات التعلم 16%. الآن المعلم لما يدخل قاعة الدرس راح يتبع استراتيجيات معينة وينفذ طرق معينة ويكون هناك تعلم. هذه العوامل الأربعة إذا تلاحظون إلى جهة اليسار تمثل تقريبا 60%، في الحقيقة بالضبط تمثل 57% من التأثير على التعليم. يعني نحو 60% من العوامل المؤثرة على التعليم تتعلق بالمعلم. مثل ما تشوفون الآن هذه العوامل الستة أو السبعة، هذه الحقيقة المعلم وما يتبعه من طرق تدريس واستراتيجيات وتقنيات تمثل 57%. أنا قلت 60 تقريبا، 57 تقريبا بهذا الحد. بمعنى أننا نستطيع أن نغض الطرف عن البيت والمدرسة وحتى المناهج ونركز على المعلم، المشكلة لدينا في المعلم. هذا أول تشخيص مبني على الدليل وتشخيص علمي لمشكلة التعليم في البلاد العربية، وهو المعلم. ولذلك تؤكد جميع البحوث في العالم أنه لا يمكن أبدا أن تتجاوز جودة النظام التعليمي جودة المعلمين. إذا جودة المعلمين لهم سقف معين، مهما حاولنا ومهما بنينا من بنايات مدرسية أو أثاث أو كمبيوتر أو مختبرات أو تكنولوجيا أو أي شيء آخر، لا يمكن أن تتحسن جودة النظام التعليمي إذا كان مستوى التعليم للمعلمين أو مستوى أداء المعلمين ضمن حد معين أو سقف معين. أداء النظام التعليمي لا يمكن أبدا أن يتجاوز أداء المعلم. هذه هي المشكلة الحقيقية في الموضوع التعليم عندنا في البلاد العربية، وهي المعلم. شخصناها بشكل لا يقبل الجدل ولا يقبل النقاش. السؤال الآن ماذا نفعل للمعلم؟ إيش نسوي للمعلم؟ طبعا المنطق ويقول أن المعلم يجب أن ندربه طبعا، ونهيئ المعلمين، تدريب المعلمين يعني نستثمر في إعداد المعلم وتطويره مهنيا، يعني تدريب المعلمين. لكن وجدنا مشكلة في تدريب المعلمين، هذه مشكلة أخرى. يؤكد الخبراء والباحثون في جميع أنحاء العالم أنه في التدريب الحالي للمعلمين اللي موجود في العالم أكثره وأغلبه لا ليس ذي فائدة، ما في أي فائدة، وهو هدر للمال والوقت. تصرف مئات الملايين من الدولارات على تدريب المعلمين بدون فوائد، بدون فائدة وبدون نتائج. طبعا هذه جزء كلام يعني أيضا صادم يعني في الحقيقة، لكن هذه الحقيقة واقع. وأنا الحقيقة أقول لكم دليل كبير، أكبر دليل على هذا الكلام سأذكره بعد قليل. طبعا يؤكد الخبراء، أنا هذا ليس كلامي، أن مئات الملايين من الدولارات تنفق سنويا على تدريب المعلمين ليس فيها أي فائدة بل تذهب هدرا، ولم يكن هناك شيء أكثر. أحدهم يقول لم يكن هناك شيء أكثر مضيعة وإهدارا للمال والوقت من تدريب المعلمين، ويذهب البعض أن يقول أن هذا أكبر فضيحة في التعليم. هذا الحقيقة واحد خبير اسمه أندي نويل، وهذا المصدر كما ترونه تجدونه على الإنترنت، هو الذي يقول إن تدريب المعلمين هو أكبر فضيحة في التعليم، لأن هذه الأموال كأنما رميناها في سلة المهملات. وهناك خبير آخر مشهور وهو البروفيسور مايكل فولان في كندا، عميد معهد الدراسات التربوية في كندا، وعنده كتاب يقول فيه بالنص، وأنا جايب النص هذا، لم يكن هناك شيء أكثر مضيعة وإهدارا للمال والوقت مثل آلاف الدولارات التدريبية للمعلمين التي لم تؤدي إلى تغيير ذي أهمية في الممارسة
عند عودة المعلمين إلى فصولهم الدراسية. يروح المعلم 5 أيام 10 أيام يحضر دورة تدريبية وتدفع له آلاف الدولارات ويأخذ شهادة، يرجع ولا يتغير أي شيء، لا يعني لا يتحسن يعني تدريسه وتعليمه في مع الطلاب. فكأنما ذهبت هذه الأموال هدرا، وهي أموال ميزانيات التدريب. هذه حقيقة موجودة، وأنا جبت أيضا الحقيقة حتى ترون هذا الموضوع مقتطفات من الصحف والمجلات وأقوال العلماء والباحثين في العالم. يعني تشوفون مثلا نيو ريبورت ريفيوز ذات تيتشر بروفيشنال ديفلوبمنت از كوستلي اند انفكتيف، مكلف وغير فعال. هذه جريدة الواشنطن بوست الأمريكية تقول لماذا أكثر التطوير المهني للمعلمين غير ذي فائدة يوزلس. ستدي، هاي دراسة، billions of dollars in annual teacher training is largely a waste، يعني هدر. هذه training teacher education courses are basically useless، ليست ذات فائدة. هذه دراسة بسنة 2022، هذا مصدرها. Why is teacher professional development so bad؟ لماذا تطوير المعلمين، التطوير المهني للمعلمين هو سيء؟ طيب مايكل هذا واحد خبير أيضا يقول teacher education courses are basically useless. كلهم مجمعين أن تدريب المعلمين الذي يجري بالطريقة المعروفة التقليدية ليس ذي فائدة، وأن هذه الأموال تهدر، وكذلك ليس الأموال، الوقت أيضا يهدر بدون فائدة. طيب الآن إحنا صرنا أمام مشكلة عويصة. أولا وجدنا أن السبب في ضعف الأداء التعليمي هو المعلم. المعلم لما نجي ندربه يقولون يعني نقول ووجد أن هذا التدريب غير ذي فائدة. إذا ما الحل؟ أين يعني إيش، وين صرنا الآن؟ ماذا نفعل الآن؟ طبعا أنا قلت لكم الدليل الأهم على فشل تدريب المعلمين هو هذا، أننا منذ عشرات السنين، بلاد العربية أنا أتكلم عنها، ننفق مئات الملايين من الدولارات ولكن النتيجة ضعيفة، ما في نتائج. النتائج ضعيفة كيف نعرفها؟ نعرفها من اختبارات بيزا اللي رأيناها، متخلفين 4-5 سنوات عن الـ الأنظمة الجيدة في العالم. هذا أكبر دليل. أكبر دليل أننا لا نتحسن، أن النظام التعليمي العربي لا يتحسن عبر عشرات السنين بالرغم من الإنفاق المتزايد عليه. طيب ما هي إذن، ما هو الحل؟ أين نذهب من هنا؟ كيف يكون الحل في الاستثمار في إعداد وتطوير المعلمين هو تدريب المعلمين، ومن ناحية أخرى نقول أن التدريب ليس فيه فائدة؟ ما العمل إذن؟ أين الحل؟ هذا هو السؤال الكبير الذي أطرحه على الجميع. أنا أقول الحقيقة أننا وجدنا الحل. الحل الحقيقة المشكلة هي في تعريف جودة التعليم. لا تنسون أن هذه العنوان المحاضرة أو الجلسة هي تعريف جودة التعليم. نرى أن الكثير من التربويين والمعلمين والباحثين يتكلمون عن فعالية التعليم، التعليم الفعال، المعلم الفعال، التعليم النشط، الكذا، الفعالية، الفعالية effectiveness. لكن ليس منهم من يتحدث، أو قليل منهم من يتحدث عن كفاءة التعليم أو كفاية التعليم. يقولون الكفاءة لغوية من الناحية اللغوية العربية غير صحيح، المفروض نقول كفاية، ولكن الكفاءة مفهوم شائع ومعروف نستعملها. هناك فرق بين الفعالية والكفاءة. إذا كان الأمر فيه فعالية وفيه كفاءة فهذه هي الجودة، هذا تعريف الجودة. جودة التعليم هي أن يكون فعالاً وكفءاً، ليس فعالاً فقط. طيب هذا هو التعريف. أولاً أداء المعلم، يجب أن يكون المعلم أداؤه فعال، لكن هذا لا يكفي، يجب أن يكون كف. ما معنى فعال؟ يعني ما معنى فعالية المعلم؟ فعالية المعلم أن يدرس المنهج المطلوب اللي هو عادة من الوزارة مثلاً، وأن يحقق أهداف التعليم ومواصفات التعليم، يعني يدرس الطلاب هذا المنهج وينجحون الطلاب.
إذا حقق هذا الأمر فيكون المعلم فعالا وتدريسه فعالا. لكن ناحية أخرى موجودة، كفاءة المعلم هي مدة التعليم وكلفة التعليم. يعني المعلم كم يستغرق والعملية كم تكلف حتى ندرس الطلاب هؤلاء المنهج وينجحون؟ في فرق طبعا، في فرق أنه إذا معلم استطاع أن يدرسهم درس مثلا في شهر وينجحون، ومعلم آخر يحتاج شهرين، يعني ضعف الكلفة أو التكلفة. الاثنين حققوا الفعالية، الطرفين حققوا الفعالية، وهو أن ينجح الطلاب ويتقنوا الدرس، لكن الأول استغرق شهر، الثاني استغرق شهرين. هذا هو الفرق. لذلك المفتاح لأداء التعليم في البلاد العربية وفي أي مكان، ليس فقط في البلاد العربية، هو كفاءة التدريس، efficiency. لاحظوا في كلمتين باللغة الإنجليزية، effectiveness و efficiency، الفعالية والكفاءة. كفاءة التدريس هي مقياس لمقدار الموارد المطلوبة لتحقيق الأهداف. الموارد المطلوبة هي الوقت والكلفة. الكفاءة تعني الوقت زائد التكلفة. الفعالية تعني الأهداف زائد المواصفات. باختصار شديد، يمكن أن تحقق كفاءة التدريس الذكية الأهداف نفسها باستخدام موارد أقل. كلما زادت كفاءة التدريس زاد توفير المال والمواد والوقت في تحقيق متطلبات التعليم على أفضل وجه. إذن المفتاح لمشكلة التعليم في بلادنا هي الكفاءة. فعالية معروفة متفق عليها، ما في مشكلة ونحتاجها ضرورية. يعني نقول الفعالية ضرورية ولكن ليست كافية. It is necessary but not sufficient. يعني نحتاج مع الفعالية كفاءة. الكفاءة أيضا في سياقة السيارة، كما يعني أنا دائما أضرب مثال، واحد يريد مثلا يذهب إلى المطار، نأجر سيارة يوصلنا للمطار، كم التكلفة؟ فلنفترض مثلا ذكر أنه $50 أو $40، تكلفة الإيصالنا إلى المطار $40، واستغرق معانا حوالي ساعة وصلنا إلى المطار. يعني حقق الهدف، يعني السياقة فعالة، ولم يحصل عنده حادث يعني مرور أو شيء، تبع إشارات المرور وأوصلنا إلى الهدف، ولكن استغرق الوقت ساعة وكان الإيجار السياقة أو السيارة $40. نأتي إلى سائق آخر استغرق الوصول إلى المطار 30 دقيقة، نصف ساعة، والأجور $25. الأجور أقل والوقت أقل، والاثنين يمتازون بالفعالية، الاثنين وصلونا إلى المطار، والاثنين وصلونا بسلامة وأمان، لكن الأول استغرق وقت أطول وكلفة أكثر من الثاني. نقول كفاءة الثاني أكبر من كفاءة الأول. هذه هو الحقيقة المفتاح لمسألة التعليم عندنا في البلاد العربية وفي غير البلاد العربية. الآن وجدوا الحقيقة، هذا الموضوع بحثوه كثير، وهناك بروفيسور في لندن اسمه ويليام ديلان، معروف وهو حي يرزق موجود، وجد ما يلي. يقول أن المعلم، إذا عندنا مقرر معين يعني موضوع التدريس، المعلم الممتاز يحتاج شهرين لإكمال المقرر، يمتحنون الطلاب ينجحون. المعلم المتوسط يحتاج 4 أشهر لإكمال المقرر. المعلم الضعيف يحتاج 8 أشهر لإكمال المقرر، هو نفس المقرر. وكلهم يؤدون في النهاية إلى نجاح الطلاب. لكن أين الفرق؟ الفرق في المدة الزمنية. يعني يتعلم الطالب في شهرين من أفضل المعلمين مقابل ما يتعلمه في 8 أشهر من أضعف المعلم. هذا الكلام عبارة للبروفيسور ديلان ويليام، خبير التقييم التربوي في جامعة لندن، ولديه أبحاث كثيرة في هذا الموضوع، وهو حي يرزق وموجود. وبالمناسبة أنا أتكلم الآن من بريطانيا، أنا أتكلم من مدينة مانشستر، أنا مقيم الآن في مانشستر.
هذا الأمر معروف جدا لدى الأوساط البحث في التربية وفي التقييم التربوي في جميع أنحاء العالم، موجود على الإنترنت تقدرون تشوفوه. يعني يتعلم الطالب في شهرين من أفضل المعلمين مقابل ما يتعلمه في 8 أشهر من أضعف المعلمين. يعني شهرين ندفع له راتب شهرين ويتخرجون الطلاب، أضعف المعلمين لازم ندفع له راتب 8 أشهر حتى يتخرجون الطلاب. ليس الوقت، ليس فقط المال أو الراتب، إنما الوقت. الوقت يعني الطالب يكون متخلف الحقيقة إذا ذاك الطالب المعلم الممتاز عنده طلاب ودرسهم 8 أشهر، والمعلم الضعيف عنده طلاب درسهم لمدة 8 أشهر أيضا. هؤلاء الطلاب لدى المعلم الممتاز تقدموا 4 مرات، تقدموا عن الطلاب الآخرين. وهذا الذي يحصل بين الأنظمة التعليمية المتقدمة ذات الأداء العالي والأنظمة التعليمية لدينا اللي هي ضعيفة. طيب، كيف يستطيع المعلم تسريع عملية التعليم وتحقيق النتائج المطلوبة في فترة زمنية قصيرة؟ هذا الحقيقة هو الذي اكتشفناه أو توصلنا له لنقل في موضوع نظام التعليم الذكي. توصلنا إلى طريقة إذا ندرب المعلم عليها يستطيع أن يحقق هذه السرعة أو الكفاءة، تزداد كفاءة، تتضاعف كفاءة. ما هي هذه الطريقة وكيف تكون هذه الطريقة؟ هو نظام احنا عملناه، سميناه نظام، اسميناه نظاما. لماذا؟ انا بالحقيقه تخصصي ايضا في الماجستير والدكتوراه في بريطانيا كنترول سيستم انجينيرينج، يعني انظمه التحكم. النظام هو كل شيء عمليه في لها مدخلات ولها مخرجات. التعليم هو له مدخلات وله مخرجات، ولذلك سميناه نظام. نظام التعليم الذكي تم تطويره، احنا طورناه وتم اختباره، ولدينا أساتذة في المغرب وفي دول أخرى اختبروا هذا النظام وثبت نجاحه. وحتى في إن شاء الله سينشر عنه بحث محكم حول هذا الموضوع، أحد الأساتذة يعني طبق هذا النظام وبحث ونشر عنه بحث سيظهر قريبا إن شاء الله في هذه السنة. فإذا نظام التعليم الذكي تم تطويره واختباره لمضاعفة إنتاجية الأستاذ والمعلم، بحيث يستطيع أستاذ الجامعة أو المعلم في المدرسة أن يكمل المقررات التي يدرسها بصورة أفضل وفي مدة أقصر، وبالتالي يستطيع مضاعفة سرعة التعلم وتسريع أو تعجيل تعلم الطالب إلى مستويات أعلى. طبعا ربما البعض منكم يريد تفاصيل عن هذا الموضوع، ونحن سعداء أن نقدم جميع التفاصيل هذه، ولكن نرجو الاتصال بمنصة أريد والمسؤولين في أريد حول هذا الموضوع إن شاء الله. إذا نلخص الموضوع كالتالي، هذا تلخيص للموضوع. أولا، المشكلة الكبيرة في النظام التعليم العربي هي الاختبار. طبعا أثبتت النتائج الاختبارات مثل بيزا أن مستوى الطلاب في البلاد العربية متخلف عن مستوى أقرانهم في الدول الأخرى ب4 إلى 5 سنوات. هذه حقيقة أثبتناها. طيب، هذه المشكلة، ما سبب المشكلة؟ التشخيص الدقيق لسبب المشكلة هو المعلم، هي أداء المعلم. جودة النظام التعليمي لا يمكن أبدا أن تتجاوز جودة المعلم، وثبت أن الطالب يتعلم في شهرين من أفضل المعلمين مقابل ما يتعلمه في 8 أشهر من أضعف المعلمين. طيب الآن يعني إحنا في الطريق إلى عرفنا المشكلة وشخصنا المشكلة، نجي إلى الحل. الحل الشائع الآن هو هذا، عذرة، الحل الشائع هو التدريب التقليدي للمعلمين اللي معروف في كل مكان في كل دولة، ولكن ثبت أن التدريب التقليدي للمعلمين مضيعة وإهدار للمال والوقت. حتى قال أحد الخبراء كما رأينا إن تدريب المعلمين يمثل أكبر فضيحة في التعليم. طيب إذا ماذا نفعل الآن؟
يعني صرنا الآن في حيرة الحقيقة، لكن نقول وندعي أننا وجدنا الحل. الحل هو هذا، الحل الصحيح هو في تطبيق هذا النظام الذي نقدمه، نظام التعليم الذكي، وهو تصحيح مفاهيم شائعة، وبعض هذه المفاهيم خطأ لأنها ليست مبنية على دليل ولا برهان، مبنية على آراء. ولذلك الآن في دوائر التربية والتعليم والباحثين يتكلمون عن استراتيجيات قائمة على الدليل، يعني يسموها evidence-based strategies، يعني طرق تدريس وممارسات قائمة على الدليل وليست قائمة على الرأي. ما يجي شخص يدلي برأيه هو يقول والله أنا أشوف، يعني أنا دائما أسأل الناس لما أدرب يعني تدريب، ما هو رأيكم أو ما رأيكم في عدد طلاب في الصف الواحد، عدد الطلاب في الصف هل له تأثير على التدريس أم لا؟ يعني عندك صف فيه 50 أو 60 طالب وصف آخر فيه 30 طالب، في فرق ولا ما في فرق؟ أنا أسألكم الآن الموجودين جميعا، الجميع سيقولون هناك في فرق، جيد أنا أتفق أيضا في فرق، لكن هل الفرق كبير أم صغير؟ يعني كما أن أسألكم عن الربح في بضاعتين، يعني في بضاعة هذه أي وبضاعة بي، بضاعة بي كلها فيها ربح، لكن كم الربح في أي وكم الربح في بي؟ هذا هو السؤال المهم. الحقيقة أن عدد الطلاب في الفصل إذا قللنا عدد الطلاب فيه فائدة، ولكن فائدة قليلة، ثبت بالدليل أن الفائدة قليلة. يعني إذا عندنا 60 طالب يدرسهم مدرس واحد في غرفة واحدة، إذا فصلناهم إلى غرفتين وجبنا لهم معلمين اثنين يكون أفضل، لكن أفضل قليلا، بحيث أن هذا الفرق الضئيل لا يستحق التكلفة العالية. ما هي التكلفة؟ لأن احتاجنا غرفتين الآن، واحتاجنا معلمين اثنين ندفع لهم رواتب بدل معلم واحد، لكن الفائدة التي جنيناها من فصل الطلاب إلى قسمين هي فائدة قليلة. لذلك يجب أن يعرف في الحقيقة، ونقول للمسؤولين في وزارة التربية يجب أن يعرفوا كيف أن أين يستثمروا الأموال، وحتى المدارس الخاصة أين تستثمر الأموال حتى لا تضيع أموالهم. أنا أرحب دائما الحقيقة، عندي أصدقاء في مثلا في السعودية في الرياض، مدرسة خاصة كبيرة أكاديمية، فالمدير أعرفه فأخذني في جولة في المدرسة وقال لي هذه السبورة الإلكترونية، سبورات إلكترونية كل واحدة بآلاف الدولارات يعني، وهذه أجهزة وكمبيوترات، يعني وضع مئات الآلاف من الدولارات على تجهيزات في المدرسة وهو يفتخر بها، طبعا من حقه أن يفتخر، ولكن هذه الأجهزة في الحقيقة دورها في تحسين أداء الطلاب دور بسيط لا تساوي الكلفة. كان من الأفضل لهذه الإدارة وهذه المدرسة الخاصة أن تستثمر في تطوير أداء المعلمين، طبعا ليس بالتدريب التقليدي، لأن التدريب التقليدي أيضا ما في فائدة، إنما في الطرق التي سأذكرها إن شاء الله. هذا الحقيقة مفتاح الموضوع لجودة التعليم التي أريد أن أوصلها لكم إن شاء الله. طيب، فإذا نظام التعليم الذكي هو ليس دورة تدريبية بالمناسبة، التدريب هو جزء منه، هو نظام متكامل، يعني تصحيح مفاهيم مغلوطة وشائعة عن التعليم، ويعني ثانيا اعتماد المفاهيم الصحيحة المبنية على الأدلة وتطبيقها بالطريقة الصحيحة، وإدراك أن دور المعلم هو أكثر بكثير من مجرد الوقوف أمام الطلاب في قاعة الدرس، وأن التدريس علم يجب تعلمه وفن ينبغي إتقانه، وهذا ما يقدمه نظام التعليم الذكي. باختصار، البرنامج الذي نقدمه في التعليم الذكي يتألف من عدة عناصر. أولاً أنه هو نموذج علمي، يعني هو فريمورك يعني إطار محدد، وثانيا في دورات تدريبية حوالي 20 وحدة تدريبية و20 دورة تدريبية لتدريب المعلمين على هذا الإطار،
وثالثا في مجموعة من المقاييس وأدوات التقييم للمعلمين. تعرفون طبعا تقييم المعلمين، يعني تقييمهم، تقييم أداء المعلمين، هناك عدد من الطرق، وفي قصة كبيرة هذا الموضوع. لدينا مقاييس محددة، أخذنا بالمقاييس المعروفة والتي ثبت علميا أنها أفضل المقاييس وأفضل الطرق لتقييم أداء المعلمين، وكلها إلكترونية على الموقع، على موقع الإنترنت. وأخيرا في برنامج اسمه التطوير المهني، Continuous Development Program CPD، يعني Continuous، يعني برنامج تطوير مهني مستمر، Continuous Professional Development CPD، يعني برنامج تطوير مهني مستمر، لأن العملية، عملية إتقان التدريس، وهذه نقطة جدا مهمة أذكرها لكم، عملية إتقان التدريس مثل عملية سياقة السيارة أو عملية ركوب البايسكل. أول ما يأتي الشخص لا يعرف يسوق، لو أنت جبت له محاضرات الدنيا كلها وفيديوهات ودورات تدريبية، لن يستطيع أن يسوق السيارة، يقود السيارة، ما لم يجلس خلف الستيرينج ويعاني في البداية حتى يتعلم. وكذلك ركوب الدراجة، وكذلك أي عادة، قيادة الطائرة نفس الشيء. التعليم، التدريس يشبه قيادة السيارة، يحتاج إلى تدريب عملي، النظري لا يفيد. ولذلك الحقيقة التدريب الشائع لا يفيد. لماذا؟ لأن معلومات نظرية لا تفيد المعلم، لازم نخبر المعلم كيف يدرس وكيف يدرب بالطريقة الصحيحة. هذا هو الفكرة من برنامج التطوير المهني المستمر. وكما ذكرت لكم أنه الطيار مثل الكابتن، عندما يقيمون أداء الكابتن يقيموه بعدد ساعات الطيران. يعني إذا إحنا نجيب كابتن عنده 1000 ساعة طيران وآخر عنده 1500 ساعة طيران، صاحب 1500 دائما أفضل من 1000، لأن عنده يعني فترة زمنية أطول للممارسة. كذلك سائق السيارة نفس الشيء، وكذلك المعلم. طيب إذا هذه العناصر الأربعة هي مكونات برنامج التعليم الذكي: نموذج علمي محدد، ومجموعة دورات وبرامج تدريبية، ومجموعة مقاييس، وبرنامج تطوير مهني مستمر. برنامج الإطار التعليم الذكي، الإطار هو ثلاثي، أتألف من 3 أركان أو 3 عناصر. هذه العناصر الثلاثة هي كما ترونها الآن. أولا هي مجموعة من الاستراتيجيات القائمة على الدليل، هذا شرط أن نقول evidence based، ليست من الرأي، إنما قائمة على الدليل، يعني ثبت نجاح علميا من خلال البحث. هذا أول الركن الأول. الركن الثاني أن هناك لدينا، واستطعنا أن نطور هيكل اسمه هيكل ثلاثي يجب أن يتبع في التدريس، وهذا الهيكل الثلاثي يحتاج إلى تدريب. ممكن أتكلم باختصار عن هذا الموضوع لأن الموضوع طويل. أما الركن الثالث فهو التدريب المستمر أو التطوير المستمر، اللي هو لتنمية مهارات التدريس. ولذلك هذه الأركان الثلاثة strategies, structure, skills تبدأ بحرف S، ولذلك أسميناها 3S، 3S framework لموضوع التعليم. وكل واحدة طبعا فيها شرح كثير وفيها دورات تدريبية إلى آخره. إذا هذا هو القسم الأول أو الركن الأول أو العنصر الأول في برنامج التعليم الذكي. العنصر الثاني هي الدورات التدريبية. الحقيقة الدورات التدريبية قسمناها 5 أقسام، كل قسم تقريبا في 4 دورات، وكل دورة حوالي تأخذ ساعة ونص ساعتين تقريبا. يعني الدورة هذه كلها الدورات تستغرق 30-40 ساعة، بس هذا كله نظري، ولكنها معلومات ضرورية يجب أن يعرفها المعلم. مثل قيادة السيارة يجب أن يعرف ليتعلم قيادة السيارة إشارات المرور مثلا حتى ما يغلط ويسوي كوارث ومشاكل، وأصول القيادة، هذا جانب نظري. فإذا الجانب النظري لدينا فيه دورات تدريبية، الحقيقة أكثر من 20 دورة، أضيفت لها دورتين أخريتين يعني، فأصبحت حوالي 22 دورة.
هذا العنصر الثاني، دورات. العنصر الثالث في نظام التعليم الذكي هو المقاييس. عفوا، هذه لازلنا في الدورات. احنا قلنا دورات الاستراتيجيات القائمة على الدليل، عندنا 8 دورات، وعندنا دورات الهيكل الثلاثي لتعزيز كفاءة التدريس، أيضا عندنا حوالي 8 دورات، وعندنا دورات التطوير المستمر حوالي 4 دورات، وأضفنا دورتين، أضفنا دورة مهارات الباوربوينت. وجدنا مع الأسف أن كثير من الأساتذة والمعلمين وحتى أساتذة الجامعة لا يجدون استخدام الباوربوينت، مع أن الباوربوينت أداة ممتازة جدا وضرورية جدا للتدريس الجيد. فعملنا دورة صغيرة لمهارات الباوربوينت. وكذلك موضوع البحوث الإجرائية أو ما يسمى أكشن ريسيرش، وهذا طبعا التربويين يعرفون هذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع غير ممارس في المدارس مع الأسف. فنحن ندرب المعلمين والأساتذة على البحوث الإجرائية كذلك. طيب، العنصر الثالث هي المقاييس والأدوات الإلكترونية. لدينا أولا مقياس الاستراتيجيات القائمة على الدليل. تذكرون أنا ذكرت لكم أن هناك 255 عامل من العوامل المؤثرة على التعليم، تعليم الطلاب، يعني البيت والمدرسة والتكنولوجيا والكمبيوتر وشخصية المعلم وشهادة المعلم والغرفة ودرجة الحرارة، يعني أشياء كثيرة تؤثر على التعليم، 255. لكن ما هو أو ما مقدار أهمية أو نسبة التأثير، يعني ما قوة التأثير كم لكل عنصر من هذه العناصر؟ بحثوها العلماء ووثقوها في كتب موجودة، احنا أخذناها من الكتب ووضعناها على الإنترنت كشيء إلكتروني، بحيث أنك تختار العامل من 255، مثلا حجم الصف، عدد الطلاب في الصف كم تأثيره، وراح أشوف في القائمة يعني المنسدلة، ممكن أشوفكم إياها بعدين إذا حبيت، إذا في وقت. نشوف أنه مثلا حجم عدد طلاب الفصل تأثيره كم، في مقياس موحد اسمه حجم التأثير effect size، وهو مفهوم إحصائي يطلع لك حجم التأثير مؤشر، ويشير إلى أنه مقدار هذا التأثير، ويتعلق بأي فئة، هل هو راجع للمعلم، هل هو راجع للمدرسة، هل هو راجع لطرق التدريس إلى آخره. فهذا مقياس إلكتروني موجود على الإنترنت، نسميه بارومتر حجم التأثير. المقياس الثاني أو المقاييس الأخرى، في مقاييس للهيكل الثلاثي لتعزيز كفاءة التدريس، يعني نقيس أداء المعلم، أداء المدرس، نقيم المعلم في أو المدرس أو الأستاذ في تدريسه، أداؤه كيف يقيم؟ في أدوات إلكترونية متعددة في تقييم جدارة المعلم اسمه Teacher Competency Assessment، وهذا الحقيقة نموذج، ونموذج جدارة يعني Competency Framework، ويقيس مؤشرات أداء المعلم في 19 مؤشر يقيسها إلكترونيا. ثم في مقاييس التطوير المهني المستمر أثناء التدريس، يدرس المعلم لازم نجي نقيمه، طبعا موجود في وزارة التربية، يرسلون الموجهين، الموجه أو سابقا يسموه المفتش في العراق، يروح يحضر إلى المدرسة ويأتي يجلس في الصف، والمعلم يدرس أو المدرس يدرس، ويسجل عنده معايير معينة على الورق، ويطلع تقرير يعني ويعطيه درجة ممكن للمعلم. هذا تقييم اسمه تقييم الملاحظة الصفية. هذا تقييم الملاحظة الصفية أيضا أخذنا به لأن مهم الحقيقة ومعروف، ولكن عملناه إلكتروني، يمكن على الموبايل واحد يعمله وليس على الورق. تقييم جدارة المعلم، الملاحظة الصفية اللي ذكرتها، وهناك تقييم آخر غير شائع في البلاد العربية، وهو أن الطلاب يقيمون المعلم. عادة من الذي يقيم المعلم؟ يقيم المعلم الموجه من وزارة التربية، وربما المدير المدرسة أو الزملاء. في هذا النظام الإلكتروني ممكن المعلم يقيم نفسه، اسمه سيلف أسيسمنت، ممكن مدير المدرسة يقيمه، ممكن الموجه يقيمه، ممكن هو يطلب من زملائه يقيمه. لكن في شيء آخر، أنه ممكن يطلب من الطلاب أن يقيموه،
وتقييم الطلاب مهم ومتبع الحقيقة وشائع في أمريكا، ولكن غير شائع في البلاد العربية. المهم، كل هذه التقييمات موجودة إلكترونية على موقع التعليم الذكي. هذا العنصر الثالث الذي هو المقاييس والأدوات الإلكترونية. جدارة المعلم ممكن يستعملها المعلم نفسه أو المدير أو المسؤول أو الأقران أو الزملاء أو المشرفين أو الموجهين. تقييم الملاحظة الصفية يمكن يستخدمه المدير أو المسؤول، الأقران والزملاء والمشرفين. وفي تقييم الطلاب، الطلاب يستخدمون. إذن هذه المقاييس كلها موجودة ومتوفرة على الإنترنت وكلها إلكترونية. طيب، العنصر الرابع في نظام التعليم الذكي هو برنامج التطوير المهني المستمر. هذا برنامج طويل يأخذ شهور، ويبدأ بالدورات هاي اللي ذكرناها 20 دورة أو أكثر يبدأ بها، وبعد ذلك تتم عملية بناء المهارات حتى تكون المهارات تنتقل وتصبح ذاتية تلقائية. سياقة السيارة، عندما نسوق السيارة في البداية نفكر بالسياق، يعني أول يومين ثلاثة، أول أسبوع لا نستطيع نفكر إلا أنه منتبهين على الستيرنج، على البنزين، على الكلتش أو على الجير أو البريك إلى آخره. لكن بعد مرور فترة زمنية لما نتقن سياقة السيارة تصبح كلها في العقل اللاواعي. يعني نسوق السيارة والإيدين والرجلين تشتغل والجير يشتغل ونحن لا نفكر به، نفكر وممكن نتكلم عن المشاريع وننكت وإلى آخره، واليدين والرجلين تعملان وتسوقان، والإنسان يسوق يعني بدون تفكير. وهذه نسميها التلقائية، أوتوماتيسيتي، يعني التلقائية. كيف تنتقل المهارة إلى التلقائية؟ من خلال البحوث ثبت أنها تحتاج ما بين شهرين إلى 8 شهور، من شهرين إلى 8 شهور. ولذلك البرنامج الثالث هذا بناء المهارات، تنتقل المهارات إلى الـ 12 شهر تحتاج حتى تنتقل إلى العقل اللاواعي. وهذه مسألة معروفة يسموها حتى سلم التعلم، فيها كلام كثير. ثم بعد ذلك ينطلق المعلم أو المدرس يدرس في آخر، في ما تبقى في للسنين القادمة، وهي في كل هذه السنين يتحسن تدريسه باستمرار. هذه هي مراحل التطوير المستمر للمعلم. يعني لا تكفي أنه نعطيه دورة مثل الجرعة وخلاص، لا، الجرعة ضرورية أولا، الدورات هذه المرحلة ألف ضرورية حتى يعرف الموضوع، يعرفه كمعرفة، لكن التطبيق يحتاج إلى وقت حتى يتقن المهارة، وإحنا خليناها 12 شهر يمكن يكون أقل إلى آخره. الحقيقة هذا البرنامج المعلم الخبير، إذا هذا البرنامج الثلاثي، إذا دخلنا المرحلة الأولى دربنا المعلم ووجهناه خلال 12 شهر مع مقاييس تقييم إلكترونية ودورات وموارد أخرى، في الأخير ممكن نعطيه شهادة اسمها شهادة المعلم الخبير. هناك فرق بين المعلم الخبير والمعلم ذو الخبرة. المعلم ذو الخبرة لا يعنينا شيء، يجوز معلم عنده خبرة 20-30 سنة ولكن تدريسه فاشل، لكن المعلم الخبير هو الذي يعرف من أين تؤكل الكتف، وهو الذي يفهم قضية الكفاءة، كفاءة التدريس أو الإفشنسي. طيب، معنى ذلك باختصار شديد حتى ألخص الموضوع، مكونات البرنامج التعليم الذكي هو إطار علمي محدد، وفيه برامج تدريبية، وفيه مقاييس حديثة للتقييم، وفيه برنامج التطوير المهني المستمر. الآن هذا يأتي إلى تنفيذ البرنامج، كيف ينفذ؟ يشترك، احنا وضعنا يشترك في المنصة المعلم أو الأستاذ، ويكمل البرامج التدريبية يحضرها، طبعا في برامج إلكترونية عن بعد وفي أيضا حضورية، ويكمل في اختبارات
اختبارات ليس غرضها الرسوب والنجاح، لكن غرضها أنه يتأكد أن الأستاذ أو المعلم وصل إلى مستوى معين، ثم مشروع تطبيقي، وهذا ضروري يجب أن يطبق. بعد ذلك يأخذ الشهادة ويصبح معلم خبير أو أستاذ خبير. وهذه النتيجة الحقيقة مهمة جدا، هي شهادة مهنية معتمدة، وتكون له فرصة كبيرة طبعا للترقية، وتكون مرتبه وأجوره أعلى، يعني عنده هايلي كواليفايد كما يقولون، وحتى تكون له مكانة اجتماعية أعلى إذا كمل هذا الموضوع. هذا يعني أحاول الآن ننتهي من الموضوع، وإن شاء الله أترك المجال للأسئلة، وأود أن أشكركم مرة أخرى على حسن الاستماع، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك سعادة البروف على هذه المعلومات الأكثر من رائعة، نسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناتكم. نعم أحبتنا الكرام، وصلنا مع حضراتكم الآن إلى الأسئلة والاستفسارات، فمن أحب أن يطرح سؤالا أو استفسارا على سعادة البروف محمد عبد الكريم التكريتي فالباب مفتوح، فليرفع فقط أداة اليد أو يطرح سؤاله مباشرة في الشات. نعم، مداخلتنا الأولى مع الأستاذ ليث حمدي عبد الله الطالب، تفضل. يلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا على هذا البرنامج الرائع، وشكرا للسيد المحاضر على هذه المحاضرة. حقيقة ما يخفى علينا كلتنا أهمية المعلم وتطوير قدراته وإمكانياته. سؤالي، هل هذا البرنامج الذكي يصلح لكافة التخصصات أم لتخصصات معينة؟ يعني تخصصات علمية، تخصصات إنسانية، أم هو شامل لكل نعم. المحاور ولكل التخصصات؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للأستاذ ليث. نعم، الحقيقة الطريقة هذه أو النموذج التعليم الذكي يصلح لجميع التخصصات، لغة عربية، تاريخ، لغة إنجليزية، علوم، فيزياء إلى آخره. لكن في نقطة، الحقيقة أنا الفقير المتكلم، أنا تخرجت من كلية التربية قسم الفيزياء، ودرست الفيزياء والرياضيات في العراق، ودرست فيزياء ورياضيات في الكويت، وأنا اشتركت في تأليف كتاب الفيزياء للثانويات في الكويت. ولكن لما كملت ماجستير دكتوراه كملت بالهندسة، ورجعت مرة أخرى للإدارة. قصد من كلامي هذا أن الحقيقة لدي خبرة في التعليم الثانوي والتعليم الجامعي، ولكن خبرتي قليلة في التعليم الابتدائي. الجواب على سؤالك، نعم يطبق على جميع الموضوعات بلا استثناء، لكن تركيزي الآن هو الإعدادي والثانوي والجامعي. الحقيقة الابتدائي ممكن نجرب، لأن لسه ما جربنا في النظام هذا، وأتوقع أنه يطبق أيضا على التعليم الابتدائي. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ، بارك الله فيك. نعم، أيضا معنا مداخلة أخرى الأستاذة عبير القزاز، تفضلي أستاذ عبير. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم. السلام أشكر عليكم. الدكتور التكريتي على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة، وأشكر منصة أريد أيضا، بارك الله فيكم جميعا حضورا ودكاترة وأساتذة. دكتور، أنا لدي سؤال ولدي يعني مداخلة لو تكرمتم نعم. بوقتي. السؤال هو، إلى أي مدى يمكن أن يستفيد الأستاذ في المؤسسات التعليمية التقليدية من مثل هذه الدورات، أو مثلا الانخراط في التعليم الذكي وأخذ نعم. شهادة خبير، خاصة أن المؤسسات يعني تعتبر أن الأستاذ أو المعلم في أسفل الهرم؟ هذا هو السؤال. ثانيا، مداخلتي حقيقة هو أني ولفترة طويلة يعني لم أكن منخرطة أو منضمة إلى التعليم، ولكن مؤخرا أتيحت أو أوكلت لي مهمة التعليم عن بعد. طبعا أنا تخصصي إعلام وكنت أعمل في الصحافة، ولكن التعليم عن بعد، وعندما أوكلت المهمة إلي وجدت أنها يعني صراحة خفت، لأنني منقطعة سنوات طويلة يعني،
ولكن توكلت على الله ودخلت. طبعا أنا عندما بدأت في التعليم أنا لا أظهر يعني وجهي، كنت للطلبة طبعا، كنت أدرس من المرحلة ما قبل الابتدائي حتى التعليم الإعدادي، يعني كانت الساعات كثيرة جدا والمستويات مختلفة للغاية صراحة. وخلال فصل دراسي كامل ما وجدته أن الأولياء والطلاب على حد سواء، وهذه نعمة أشكر الله عليها ولا أعزي الفضل لنفسي أبدا والحمد لله. كان هناك إجماع على أسلوب التدريس الخاص بي، وصراحة عندما يعني اعتذرت من المؤسسة يعني على إيقاف التعليم، كان هناك اعتراض خطي وأوكلت يعني عريضة من الأولياء لعدم ترك التدريس. وخلاصة ما وصلت إليه في يعني هذه التجربة الفريدة، وأنا حتى الآن أدرس ولكن طبعا ليس بمؤسسة بشكل منفرد، أن أسلوب الأستاذ والعلاقة القوية التي يبنيها مع الطالب والأولياء هي أهم دعامة للمعلم أن يكون يعني في مرتبة أفضل، ويود هو التحسين من ذاته وأن يعني يحث نفسه على أن يصبح نسخة أفضل كمدرس وكإنسان. يعني صراحة أنا تعلمت من الأطفال، وحتى يعني هناك فئة في الإعدادي تعلمت منهم الكثير، الحماسة البراءة. يعني أنت عندما تتعامل مع أطفال أو فئة ناشئة سبحان الله يكون لديهم آراء يعني فريدة، كان هناك نوابغ يعني سبحان الله، وأنا في هذا العمر 46 عاما تعلمت منهم الكثير، فوددت أن أبرز هذه التجربة الفريدة التي يعني وضحت لي الفكرة أنه ليس فقط الأساس القاعدة العلمية لدى الأستاذ، بل على العكس يجب أن يكون هناك علاقة متينة بين الأستاذ والطالب ولو كانت من خلف الشاشة. بارك الله فيكم وأعانكم، وشكرا لكم على هذا الوقت الذي أتيح لي. طيب، شكرا جزيلا للأستاذة عبير. شكرا شكرا أستاذ عبير، بارك الله فيك. عفوا سعادة البروف، أخذ نعم، الأسئلة كلها ومن ثم حضرتك يعني. جيد، وأرجو أن يكون شوية اختصار بوقت الأسئلة، عدم الإطالة. تفضل. تمام. طيب معنا الأستاذة محاسن إدريس الهادي، تفضل. أستاذة محاسن تفضلي. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام السلام. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على هذه المحاضرة القيمة، محاسن إدريس الهادي باستشارة التأصيل رئاسة جمهورية السودان وإدارة التأصيل بالتعليم العالي. الشكر موصول للدكتور على هذه المحاضرة القيمة، وفي الحقيقة أنا كان شاركت في المؤتمر الدولي العربي السادس لجودة التعليم العالي بالنسبة للجامعات كان، ولكن عموما الواحد أخذ من المؤتمر برضو بعض التجارب الفكرية خاصة بالجودة بشكل عام بالنسبة للتعليم. فأنا في الحقيقة الذي خطر ببالي مسألة الكفاءة بالنسبة للمعلم، إذا أخذنا الجانب التحليلي لعلم النفس البحت ما بين الطالب والأستاذ، يعني أنا ما أعرف، ولكن يمكن كباحثة في التأصيل بيهمنا جدا ليس مسألة الوقت والمال فقط، وإنما يا ريت تأصيلا نضيف له مسألة التعلق الذهني للطالب بالمادة المعينة، لأنه نحن العلم عندنا ليس للهوى ولا للعب، ولم نخلق للعب ولا للهوى، فبتبقى المسألة دي مهمة جدا. دي ناحية يا ريت تضاف بالنسبة للكفاءة تأصيلا. الحتة الثانية بالنسبة للتعليم بشكل عام بالنسبة للجامعات أو بالنسبة للمدارس، الأستاذ هنا بيفتقر إلى حاجة اسمها
الجودة في البراكتس داخل الليكشر، بمعنى يعني التفاعل، يا ريت يكون في تفاعل ما بين الطالب والأستاذ والمادة عمليا داخل المحاضرة أو داخل الليكشر، لأنها كده بتترسخ أكتر في الذهن وقت تنزي عبر السنين، يعني تبقى المسألة مهمة. دي النقطتين اللي أنا دارس في اللون، ويا ريت في الشات ترسلت الورقة بتاعة المؤتمر بتاعة الدور العربي، يا ريت يا دكتور تشيلها معاك الورقة البحثية بتاعة المؤتمر العربي الدولي. شكرا لكم جزيلا، شكرا للمؤتمر، شكرا لكم، شكرا جزيلا. طيب الله يبارك. نجيب أم تفضل. نعم، بقي مداخلتين إن شاء الله دكتور، ومن ثم حضرتك جيد الله جيد يكرمك. جيد. طيب، معنا الدكتور أحمد بن مصطفى راجع، تفضل نعم، دكتور، ويا ريت يعني اختصار للوقت، بارك الله فيك، تفضل. السلام عليكم. أنا وعليكم السلام، سأختصر دائما أختصر، أنا لا أطيل. أستاذ تفضل سعادة دكتور، الأستاذ فاضل، تفضل، حياك إن الله. شكرا جزيلا للأستاذ على هذه المداخلة الطويلة أو هذه المحاضرة الطويلة الثرية التي تستحق الثناء. لدي سؤالان على السريع. السؤال الأول، أستاذ الكريم الفاضل أستاذ الدكتور محمد، هل ترى أن البيئة التي يعيش فيها المعلم والمتعلم العربي صالحة لتطبيق هذا التعليم الذكي خطوة خطوة؟ السؤال الأول، بيئة التعلم، ما يسميه الأهل البيداغوجيا بيئة التعلم. نعم. السؤال الثاني، من أين نأتي بالتفاصيل؟ من أين نأتي بالتفاصيل؟ هل ننقل البرنامج الذي أنت قلت أنت في بلد أوروبي، هل ننقل البرنامج الأوروبي في مثلا في وزارة التعليم أو في المناهج، في المشرفين على المناهج ينقلون هذا التفاصيل الداخلية؟ لا أتحدث عن النظرية التي كنت توضحها في الشرائح، التفاصيل مثلا الكفاءة، خطوات تكوين المعلم الكفء، يعني 5 دقائق تلو ال5 دقائق. هذا السؤال الثاني، ولك مني جزيل الشكر وبالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا، شكرا يا دكتور أحمد، شكرا. شكرا دكتور أحمد. نعم، المداخلة الأخيرة سعادة الدكتورة سميرة الشبلي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام وبركاته. ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام، تفضل. شكرا جزيلا يا أستاذ الدكتور محمد على هذه الورقة العلمية الرصينة، حقيقة هي تجسد الواقع. أنا يعني موضوع الجودة هو أساس في الشريعة الإسلامية، دعا إليه القرآن الكريم وجسدته سنة الرسول صلى الله عليه عليه وسلم في الصلاة تعليمه والسلام. للصحابة. أنا ما هدخل في الموضوع لأن الحديث هنا يطول، لكن أنا بالنسبة للي هو البرامج التدريبية حقيقة التي يخضع لها المعلم اليوم، يعني هذه البرامج أنا من زمان أطمح إلى من يسمعني حقيقة، لأنه هذه البرامج يوضع فيها جميع المعلمين مع عدم مراعاة الاحتياجات التدريبية لكل معلم. هذا الكلام أنا أريد ربطه فعلا بكفاءة المعلم، يعني البرنامج التدريبي الذي أنت هتخضع فيه عدد هائل من المعلمين قد لا يتناسب مع المهارات العلمية والتدريسية التي يمتلكها هذا المعلم، فهنا أيضا هدر وما شابه ذلك، يعني من الأمور يعني اللي هي طبعا متعبة جدا للمعلم. إلى جانب أيضا كفاءة المعلم، حقيقة أنا هذا ألاحظ اليوم إنه نفس المقرر أحيانا في جامعة يدرسه معلم ما بكم يعني من المعرفة، ولما تجد النتيجة الحصيلة العلمية اللي أخذها الطلبة مقارنة بما سيدرس فيه للطلبة آخرين في عام لاحق كم أقل، فأنا فعلا هذا أيضا يواجه يعني المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بناء يعني على المقررات إذا كانت موحدة أو لا. هذا من واقع. إلى جانب أيضا كذلك فيما يخص حقيقة موضوع كفاءة أيضا المعلم، أنا هسأل سؤال أستاذ الدكتور بارك الله فيك، الآن بالنسبة لي من ما رأيك أنت وبماذا يعني أتعطيني التوجيه؟ أنا موضوع اللي هو كثرة الطرائق المتبعة من قبل المعلم في الحصة الدراسية وإثارة الفعالية والتفاعل
من قبل الطلبة وجدتها قد لا تعطي النتائج والجودة في الأداء على الورقة الامتحانية بالنسبة للطلبة مقارنة بالأسلوب الذي يملكه المعلم، العلاقات الإيجابية التي يبنيها المعلم مع طلبته. هذه أنا اعتبرتها يعني من وجهة نظري ومن الواقع مشاهد، وجدتها فعلا إنه لها الدور الأكبر. اليوم إحنا للأسف يعني في التربية والتعليم بغض النظر أو بدون الدخول للخصائص النمائية حتى للطلبة، يعني في خصائص مرتبطة بطلاب ما قبل المدرسة وبالمرحلة الابتدائية وبالمرحلة الاعدادية والثانوي. فأنت كمثلا كشخص مسؤول عن المعلم، كيف تطالب المعلم مثلا بأشياء المعلم أخبر؟ وأنا أرى أنه أفضل حكم على المعلم في التربية والتعليم هو الطالب، هو الطالب. ولذلك دائما أنا لما أسترجع مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في والسلام. تعليم الصحابة وجدت فعلا رسخها القرآن الكريم لما قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. أنت بسبب هذه العلاقات الوجدانية الطيبة التف حولك الطلبة والصحابة فأخذوا منك العلم، مش داعي لكثرة الطرائق إذا كان الطالب مثلا في الصف الثاني عشر والطالب في الثانوي أو في كذا. لكن الطالب مثلا في مرحلة ما قبل المدرسة هذا يحب أن يرى أشياء كثيرة صورية وما شابه ذلك. فحتى أنا في جلوسي مع الطلبة وسنواتي معاهم سألتهم سؤال، قلت لهم: أنا مثلا يطالبني فلان أنا ما أعمل ملصقات، وأنا حقيقة الأمر يخلط الكثير هنا لما أدخل الموضوع ذا، هيقول لك أنت ما استخدمت استراتيجية. أنت حتى الآن مسألة التفريق أصلا ما بين الاستراتيجية وما بين الطريقة وما بين الأسلوب هذا مش موجود حتى. فأنا أحتاج دائما في التربية والتعليم نحتاج إلى جودة. فأنا حتى في المصطلحات إنها توضع في محلها وفي توظيفها الصحيح، لما سألت الطلبة قلت لهم: أنتم تحبوا إنه إحنا نعمل باستمرار يعني مثلا ألعاب عذرا تعليمية، نعمل مسابقات، نعمل كذا؟ دكتورة سميرة، أيوة. عفوا عذرا عن المقاطعة، لكن الوقت بدأ ينفذ، فلو تختصر السؤال جزاكم الله خيرا. أوكي. إذا أنا يعني أسأل يعني الدكتور الفاضل يعطيني توجيه يعني في مثل هذه النقطة صراحة اللي يعني أحتار أنا فيها يعني السنين بصراحة، يعني حتى موضوع اللي هو تدريب المعلمين، هذه النقطتين جزاك الله خير. شكرا جزيلا دكتور الفاضل، شكرا جزيلا. شكرا 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 دكتور جزيلا. سمير، بارك الله فيكم. نعم نعم فضيلة البروف نعم. محمد تكريتي، نعم تفضل، معك الصلاحية للرد، تفضل. طيب، شكرا جزيلا للجميع. طبعا الطريقة هذه أنه الأسئلة الكلام ينسي بعضه بعضا، يمكن الجماعة نسوا السؤال، أسئلة الأستاذ عبير. المهم أنا سجلت النقاط حتى لا أنسى، وسأجيب إن شاء الله باختصار. أنا ما أعرف الوقت المتاح لي كم يا أستاذ يا دكتور. نعم، بقي 9 دقائق فقط 9 دقائق دكتور. نعم وعندي 4 أسئلة وكل سؤال يحتاج له. والله نعم صدقت، طيب. الله يحفظك، تفضل. أولا الحقيقة الأساتذة تقريبا الأستاذة عبير وكذلك محاسن والدكتور أحمد وكذلك سمير، الأستاذة سميرة، تقريبا أشاروا إلى بعض الطرق التي هم رأوها أنها جيدة لجعل التعليم جيد. مثلا قالوا أن العلاقة بين المعلم والطالب، أو قالت الأستاذة محاسن التفاعل بين المعلم والطالب. هذه كلها عوامل مبحوثة بشكل مفصل ودقيق وعلمي وموثق. هناك الحقيقة أبحاث ما يسمى ميتا أناليسز، وأنا عندي دورات عليها الحقيقة، الوقت لا يكفي الآن. هناك تقريبا حوالي 150,000 بحث موجود في العالم حول هذه القضايا كلها، حول تأثير التعاون بين الطالب والمعلم، حول تأثير العلاقة، حول تأثير الكذا، حول المؤثرات، كلها مبحوثة. أي مسألة تجد مئات الأبحاث في جامعات العالم موجودة. فماذا فعلوا؟ هناك شخص بروفيسور اسمه مشهور، بروفيسور جون حتي في استراليا، هو بالاصل نيوزيلندي، استاذ استراليا، وعنده كتب الحقيقه مهمه جدا.
عمل مشروع ضخم وأخذ تمويل عليه لأخذ جميع الأبحاث في العالم وعمل داتابيس وحللها تحليل يسموه البعدي ميتا أناليسيس، وهذه يعرفوها أساتذة الإحصاء الميتا أناليسيس وفيها ريجريشن، وطلع شيء اسمه مقياس اسمه افكت سايز. افكت سايز يعني حجم التأثير، حجم التأثير بين طريقتين أو بين أسلوبين أو بين مبدئين أو بين كذا أو بين معلمين اثنين. حجم التأثير يساوي متوسط درجات الفرق بين متوسط درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية مقسومة على الانحراف المعياري. ووجد أن متوسط الإفكت سايز في العالم حوالي 0.41، يعني 4 بالعشرة. كل تأثير أكثر من 4 بالعشرة يعتبر جيد، وكل تأثير أقل من 4 بالعشرة يمكن نأخذ به إذا لم يكن مكلف. يعني كيف يكون مكلف أو غير مكلف؟ المعلم إذا غير طريقته بالصف لا يتوجد كلفة، يعني يستعمل مثلا الملاحظة الفيدباك بالطريقة الصحيحة يكون ربحها عالي، يكون تأثيره كثير على التدريس وعلى تحصيل الطلاب. لكن فصل عدد الطلاب إلى صفين فيها كلفة كبيرة، ولذلك مؤسسة الوقف التعليمي البريطانية، وهي مؤسسة ضخمة ميزانيتها حوالي 300 مليون كل سنة، وهي مؤسسة خيرية، عملت دليل، والدليل موجود على الإنترنت ممكن تشوفوه باللغة الإنجليزية، تقول أن كل طريقة من الطرق، كل عامل من العوامل هذه الاستراتيجيات لها 3 أبعاد عناصر. العنصر الأول مقدار التأثير، يعني مقدار الربح فيها. والتأثير هذا يقيسوه كيف؟ كم شهر طالب يتقدم فيها، شهر ولا شهرين ولا 6 شهور. العنصر الثاني قوة الدليل، هل توجد أبحاث تؤيد هذا الموضوع أو لا، ويمثلونها بأقفال، كل ما زادت عدد الأقفال زادت قوة الدليل. والعنصر الثالث التكلفة، قوة التأثير، قوة الدليل والتكلفة. لكل مثل موضوع التعاون، موضوع التعاون بين المعلم والطالب، أولا كم تأثيره محسوب بالدقة، وثانيا مقدار قوة الدليل عليه، ليس رأي، ما في رأي، يعني كما يقول الأصوليون لا اجتهاد في موضع النص لأن في دليل، وثالثا كم التكلفة لهذا الموضوع. هذا موضوع كبير جدا، فإذا نحن لا نريد أن نجتهد، ونرجو أن يتوقف الوزارات التربية عن إبداء الرأي. يجي واحد يقول والله رأيي كذا والله رأيي كذا، صحيح ربما هذا كلامه صحيح، ولكن أولا بالنسبة له هذا الكلام صحيح، بالنسبة لغيره يجوز شيء آخر. هل ثبت علميا هذا؟ هل له دليل أم لا؟ هذا الموضوع. أيضا مسألة الأخرى التي ذكرها الأستاذ الدكتور أحمد، يقول أنه البيئة، هل البيئة تصلح لهذا الموضوع؟ نعم، الحقيقة الطريقة هذه أو التعليم الذكي التي نحن نبشر بها تصلح لكل بيئة، وليس لها علاقة. في أستاذ أذكر أنه عندي صديق قال الوزارات ما تقبل، قلت له الوزارات ما لها دخل، يعني واحد يريد يتعلم سياقة السيارة الوزارة إيش له؟ معلم يريد يتعلم هو بنفسه يتعلم طريقة التدريس. وأود أن أشير إلى نقطة مهمة قبل انتهاء الوقت، أن أساتذة الجامعة بالذات، أنا أتكلم أساتذة الجامعة، لدينا حوالي 500,000 أستاذ جامعي في العالم العربي من المحيط إلى الخليج. أساتذة الجامعة أغلبهم لم يأخذوا دورات في طرق التدريس، يعني على الأقل مثل خريجين كلية التربية وأنا واحد منهم، أخذنا إحنا طرق التدريس العامة والخاصة وكذا وكذا، لكن لما يتخرج أستاذ مهندس، هو مهندس وصار أستاذ هندسة ويروح يدرس الهندسة الكهربائية أو الميكانيك أو أي هندسة أخرى، هو لم يمر في حياته لم يدرس، بمعنى أنه لا يعرف يدرس، فيحتاج إلى أن يتعلم طرق التدريس الفعالة والكفوءة في هذا الموضوع. ولذلك الحقيقة أول المستفيدين من نظام التعليم الذكي هذا هم يجب أن يكون أساتذة الجامعات، لأن الأغلبية منهم لم يأخذوا دورات تدريبية أو تأهيل، يمكن على الأقل ابتدائي ما أخذ، أو مدرسين ما در يعني أخذوا دورات أو دراسة جامعية في التعليم والتربية، لكن أساتذة الجامعة قسم كبير منهم لم يمر بهذه المرحلة. هذه النقطة الأخرى. النقطة الثالثة، أنه ذكرت الأستاذة سميرة
أن موضوع الاحتياجات التدريبية للمعلمين أيضا هذا الحقيقة يجب أن لا يكون خاضع للآراء، يجب أن يكون خاضع للأدلة. ولذلك أحد المقومات في الأركان الثلاثة لنظام التعليم الذكي أننا نتبع الممارسات والاستراتيجيات القائمة على الدليل التي ثبت نجاحها وكانت موثقة وموجودة وليست رأي شخصي يعني. فأكتفي بهذا القدر، وشكرا جزيلا لكم جميعا، وبارك الله فيكم، تفضلوا. نعم، شكرا شكرا سعادة البروف على هذه المعلومات الرائعة، وبارك الله فيك. نعم أحبتنا الكرام، وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية هذه المحاضرة العلمية الرائعة والتي قدمها لنا سعادة البروف محمد عبد الكريم التكريتي، فجزاه الله عنا كل خير. أحبتنا الكرام، وصلنا أيضا معكم لطريقة شرح الشهادة ورابط الشهادة والحضور والذي تم وضعه في الشات. نعم أحبتنا الكرام، على عجالة إن شاء الله سنقوم معا بمشاركة الشاشة، أرجو أن تكون ظاهرة أمامكم. نعم أحبتنا الكرام، عند الدخول على محرك البحث جوجل ونكتب فيه منصة أريد، فيقوم مباشرة بنقلنا إلى الصفحة الرسمية للمنصة. وبالنسبة للأعضاء الذين لم يشاركوا بعد في المنصة، فبإمكانهم الضغط على سجل مجانا، وسيتطلب الأمر وضع معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية والإنجليزية، وكذلك البريد الإلكتروني الفعال وكلمة مرور وتأكيدها واختيار الدولة التي نحن بصددها، ومن ثم الضغط على زر التسجيل، وبذلك سوف ترسل المنصة رسالة أو رابطا على البريد الإلكتروني الخاص بنا لتفعيل الرابط، وبذلك نصبح إن شاء الله أعضاء رسميين في المنصة. بعد ذلك ننتقل إلى الحائط أو ما يسمى بالحائط في الموقع الرئيسي للمنصة، وتشاهدون أيضا فيه بوابة المحفل العلمي 14. نعم أحبتنا الكرام، نقوم بالضغط على الجلسات، وننتقل بعدها إلى الصفحة الخاصة بالجلسات، وبذلك نختار اليوم الأول. ننتقل بعده إلى المحاضرات التي ستقدم والجلسات البحثية، ونختار منها المحاضرة العلمية تعريف جودة التعليم وكيفية قياسها. نضغط بعدها على الزر نيل كما يظهر أمامكم، ومن ثم ننتقل إلى الرابط الخاص بتحميل الشهادة. فبالنسبة للأعضاء الذين يمتلكون العضوية الاحترافية، فبإمكانهم تحميل جميع الشهادات مجانا بالضغط على تحميل الشهادة الإلكترونية، والتي ستظهر معكم بهذا النموذج. هذه هي الشهادة الخاصة ب أستاذ، تسمح لي أستاذ دكتور عدنان سؤال؟ نعم سعادة الشيخ تفضل. أولا، هل هناك تسجيل للمحاضرة يعني فيديو؟ نعم سعادة البروف، إن وكيف شاء الله. سيكون؟ نعم نعم إن شاء الله سنقوم برفعها على الموقع جيد، الخاص بالمنصة على نعم اليوتيوب، موقع منصة أريد العلمية. ممتاز. نعم السؤال الثاني يا دكتور لو سمحت. نعم سأقوم معكم بمشاركة الموقع نعم الخاص بالمنصة والذي تم وضعه أيضا في الشات. نعم أحبتنا الكرام، فهذا هو. سؤال ثاني يا دكتور. نعم سعادة البروف تفضل. السؤال الثاني الحقيقة لمن أراد ولديه اهتمام بالتعليم الذكي، أنا قلت يتصل بكم، نعم ممكن، هل يمكن أنه يتصل بنا أو يتصل بكم؟ كيف نتواصل مع من يريد؟ نعم سعادة البروف، بإمكانكم وضع الروابط الخاصة. نعم نعم وسننشرها نحن إن شاء الله أيوة، في المنصة، أين نضع الروابط الخاصة؟ هذا شيء مهم إما جدا. أن ترسلها لي على الخاص على الواتساب أو ترسلها للدعم الفني في أوكي، المنصة. إن شاء الله تعالى إذن. خلاص، نعم شكرا جزيلا. شكرا شكرا سعادة الدكتور. نعم أحبتنا الكرام، وكما تفضل البروف محمد تكريتي، فهذه هي الصفحة الرئيسية للمنصة على اليوتيوب، والتي إن شاء الله سنقوم برفع التسجيل للمحاضرة عليها وجميع المحاضرات والجلسات البحثية أيضا بعون الله.
نعم أحبتنا الكرام، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام هذه المحاضرة الطيبة، وإن شاء الله سنقوم بأخذ استراحة بسيطة لمدة نصف ساعة، وبعدها نعاود إن شاء الله للجلسة البحثية الثانية لهذا اليوم، والتي تستمر من الساعة 8 إلى 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وإن شاء الله فنبقي القاعة مفتوحة فبإمكانكم البقاء فيها. نعم، استراحة لمدة نصف ساعة إن شاء الله، ومن ثم يلتقيكم الدكتور سعادة البروف سلوان العاني ورئيسا للجلسة، وأيضا الأستاذة صفا رئيسة أو مديرة للقاعة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا.